السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع في الدرس الثامن من دروس اقتصاديات البرمجيات، واللي رايحين نطبق فيه التطبيق العملي الخاص بحسبة الـ Earned Value Management. هلا نطلع يا اخوان على السؤال ونيجي نحلله. بيجي بيحكي لك انا عندي مشروع حتى انجزه انا بدي 12 شهر، معناته المدة الزمنية لانجاز المشروع 12 شهر. تكلفة المشروع الإجمالية هو عبارة عن 100,000 دولار، فمعناته تكلفة المشروع البادجت أتكمليشن هو عبارة عن 100,000. طيب هلا 6 أشهر مروا، معناته الدراسة تمت بعد 6 أشهر، 6 أشهر من أصل 12. طيب وتم صرف فعليا 60,000، ففعليا الأكتوال كوست هو عبارة عن 60,000، لأنه فعليا أنا بعد 6 أشهر صرفت 60,000. طيب هلا بعد هيك بتحكي لك انك انت فعليا انجزت 40% من المشروع، فهي فعليا 40 هي عبارة عن الاكتوال بيرفورم، فهي عبارة عن 40%، فيا اما بتنكتب 40% او 40%، فاحنا بنكتبها 40% بهذا الشكل لغاية الحساب. تمام. هلا بدي اجي احسب ما تبقى. هلا شو معطيني انا من السؤال؟ معطيني تكلفة المشروع خلال 6 اشهر، ما تم صرفه خلال 6 اشهر، هنا تكلفة المشروع، معطيني انه المشروع انه 12 شهر. طيب هلا اللي بدي اوجده، انا بدي احسب كومبليت بلان. هلا فعليا انا 6 اشهر كم لازم انجز؟ فباجي بحكي له الدراسة هي عبارة عن 6 اشهر من أصل 12، ففعليا هي عبارة عن 50%، أو نقدر نحكي 50%. أنت المفروض خلال 6 أشهر المفروض تكون منجز نصف الشغل. فالكمبليت بلان إيش يساوي؟ الشهر اللي أنت بتدرسه على اللي هو الفترة الزمنية، ففعليا أنت لازم تنجز 50%. هاي الدراسة اللي أنا مخطط لها، نص المدة معناته 50%. تمام. لو كان عبارة عن 4 أشهر، فمعناته بتحكي 4 من أصل 12 تطلع كذا، بس فعليا هو معطيك نصف المدة، 6 من أصل 12 شهر، فمعناته هاي 12 6 من أصل 12 فمعناته 50%. طيب هلأ البي في إخوان بهاي الحالة هو عبارة عن البادجت ات كومبليشن، هاي المعادلة تاعت البي في، معرفش كتبناها ولا لا، نيجي ناخذ المعادلات، عفوا مش هذا الباوربوينت، ناخذ الباوربوينت الثاني. نعم البلان فاليو فعليا هو عبارة عن البادجت ات كومبليشن، بنضربها في البرسنتج كومبليت، هاي المعادلة الأولى برسنتج كومبليت بلان، ففعليا ايش يساوي تكلفة المشروع؟ 100,000، 1 2 3، بنضربها بالبرسنتج كومبليت اللي هو 50%، فبيطلع عندك 50,000. اوكي، فمعادلة البي في في هذا السؤال اللي هو توتال بادجت ضرب برسنتج كومبليت بلان. هلا الاي سي معطيني اياها اللي هو 60,000. هلا الاي في معادلة تاعتها يساوي اللي هو البادجت ات كومبليشن، بنضربها بير برسنتج كومبليتد اكتوال، عفوا مش هنا، عفوا هاي معادلة الاي في. فالاي في شو تساوي؟ تساوي تكلفة المشروع اللي هو 100,000 2 3، بضربها بالبرسنتج اكتوال كومبليت اللي هو حكينا عنه اللي هو 40%، ويساوي هاي 40,000. تمام، هاي القيمة الأولى وهاي القيمة الثانية وهاي القيمة الثالثة، تم تطبيقها. طيب هلا نيجي لمعادلة السي في، نبدأ بعملية دراسة التكلفة. فالتكلفة شو بيحكي لك السي في؟ السي في حسب المعادلة يساوي الاي في ناقص اللي هو الاي سي حسب المعادلة اللي مكتوبة هنا. ففعليا قيمة الـ EV اللي هو 40,000 ناقص التكلفة اللي هو 60,000 ويساوي سالب هي 20,000.
طيب هلأ بنعمل دراسة، القيمة هاي لازم تكون بين أحد ثلاث خيارات، هل هو بوزيتيف؟ لا، هو عبارة عن نيجاتيف، فبنيجي بنحكي له هو عبارة عن أوفر بادجت. هاي الدراسة الأولى فهو أوفر بادجت، المفروض أن أنا أصرف 60,000. طيب هلأ بنيجي نحكي للسي في بيرسنتج اللي هي المعادلة الثانية. المعادلة الثانية بتحكي لك إنه السي في بيرسنتج تساوي السي في التقسيم اللي هو الاي في حتى احسب النسبة. فباجي بحكي له بالكالكوليشن، هي الكالكوليشن، فباجي بحكي له السي في اللي هو سالب 20,000 تقسيم نعم تقسيم الاي في، الاي في اللي هو 40,000. فباجي بحكي لك انا بالنسبة، وبعدين نضربها في 100، سوري تنضرب في 100، فمعناته أنا متخلف بنص القيمة. فبنيجي بنحكي له إنه هو عبارة عن السي في سالب 20,000 تقسيم 40,000، عفوا 40,000، فبتنضرب ب تنضرب ب 100، فبيطلع عندي سالب 50%. هلأ شو معنات سالب 50%؟ سالب 50% نيجاتيف معناته اوفر بادجت بنسبة 50%. اوفر بادجت بنسبة 50%. طيب نيجي للسي بي اي. هاي السي بي اي، السي بي اي بتيجي بتحكي لك المعادلة هو عبارة عن اي في تقسيم اللي هو الاي سي. فبنيجي بنحكي له المعادلة الـ AV اللي هو 40,000 تقسيم الـ AC اللي هو 60,000. فحسب الكالكوليشن 40,000 تقسيم 60,000، فبيطلع عندك اللي هو 6.6 بالعشرة، 0.6 بالعشرة، 6.6 بالعشرة. لما نعمل دراسة بوزيتيف ولا هل هو فوق الواحد ولا تحت الواحد، هو فعليا تحت الواحد، معناته القاعدة الاستغلال utilization، هيك بنحكي، is not good. هاي هي القاعدة بتاعت التي سي بي اي. طيب هاي على مستوى الكوست، فالكوست اخوان سيء. هلا نيجي لا على مستوى الجدول الزمني، نيجي على مستوى الجدول الزمني او احنا تي سي بي اي، عفوا اللي هو 66%، سوري عفوا بطلع عندي الناتج يساوي 0.6 بالعشرة. والاستنتاج او الدراسة شو بتحكي لك؟ انه استخدام الموارد is not good. هلا بنيجي للتي سي بي اي. تي سي بي اي هو عبارة عن التوتال بادجت 100,000 ناقص الـ AV اللي هو 40,000 تقسيم الـ Total Budget اللي هو 100,000 ناقص الـ Actual Cost اللي هو 60,000. وفعليا هذا يساوي 60,000 ناقص عفوا تقسيم اللي هو 40,000، ويساوي نطلع على الكالكوليتر، هاي 60,000 تقسيم 40.3 ويساوي 1.5. ونيجي نعمل الدراسة، فباجي بحكي لك إذا تي سي بي آي معناته اللي هو صارم، طيب هلأ هاي على مستوى اللي هو الكوست. هلأ نيجي إخوان على مستوى السكادجول بمعاييره، فالسكادجول نيجي للاس في، الاس في هو عبارة عن الاي في ناقص البي في. فنيجي بنحكي لك الاي في اللي هو 40,000 ناقص اللي هو البلان فاليو اللي هو 50,000، فبيطلع عندك الجواب سالب اللي هو 10,000. طيب
حسب المعيار هو عبارة عن negative behind the schedule. هذا أول معيار، يعني لا ظابط هيك ولا ظابط هيك. فنيجي للسي في برسنتج، هي السي في برسنتج، فبيجي بيحكي لك هو عبارة عن الاس في تقسيم اللي هو البي في. فالاس في اللي هو سالب 10,000 تقسيم اللي هو البي في اللي هو 50,000، فبيطلع عندك 1/5 اللي هو الخمس. معناته انه هو اهيد او بيهايند، اكيد سالب بيهايند ذا سكادجول بنسبة الناتج اللي بده يطلع عندي. اوكي، هلا بنيجي للاس بي اي. الاس بي اي يساوي حسب المعادلة هو عبارة عن AV تقسيم BV، وبنفس الطريقة بنحكي انه هو عبارة عن الـ AV اللي هو 40,000 تقسيم اللي هو الـ BV اللي هو 50,000، فبيطلع عندك ناتج بنحسبه. وبالنهاية لانه المقام او البسط اقل من المقام، فهو اكيد رح يطلع اقل من 1، فمعناته project team less efficient in utilization إلى آخره time. بالنسبة للـ AC اللي هو معادلة الـ AC، نيجي للمعادلة بتاعت الـ AC، فبيجي بيحكي لك الـ AC هو عبارة عن الـ AC زائد اللي هو الـ budget at completion ناقص الـ AV. فحتى نحولها اللي هو actual cost 60,000 زائد 100,000 ناقص الـ AV اللي طلعناها 40,000. فبيجي بيحكي لك إنه 60,000 زائد 60,000، فبيطلع عندك الناتج 120,000. هلا شو معناته؟ معناته إذا بدك تمشي على هاي الخطوة، معناته التكلفة فعليا للمشروع ما رح تطلع 100,000، رح تطلع 120,000. فبالتالي انت هنا في عندك 20,000 زيادة. هاي الفكرة بالاستيميشن ات كومبليشن. عشان هيك الخطة عندك سيئة، فلا بد انك تعمل ايش اخوان هنا، تعمل كوركتيف اكشن، لازم تصلح عندك الخطة. هلا ساعتها هي بنتركها للخبراء وهم بيعدلوا بيطوروا الخطة اللي هي تاعت الماب. طيب نيجي للفاك، هاي المقصود من 120,000. 120,000 معناته إذا مشينا على هذا المعدل اللي موجود بالسؤال، معناته تكلفة المشروع ما راح تطلع 100,000، تكلفة المشروع راح تطلع اللي هو عبارة عن 120,000. هلا لما نيجي نحسب الفاك، الفاك إشي طبيعي. شو اللي راح يصير؟ راح يصير إنه شو تكلفة المشروع الكلية ناقص الـ estimation at completion، بمعنى أنا عندي 100,000 ناقص 120,000، معناته راح يطلع عندك سالب 20,000، وهي التكلفة اللي راح تطلع عليك بزيادة. تمام؟ طبعا هذا باختصار ما تم إنجازه من خلال هذا المشروع. بالنهاية يا إخوان، حتى نيجي نحل لابد إنه إحنا نوجد اللي هو البلان، هاي أهم عنصر، والكمبليت أكشوال من ضمن العناصر الأساسية، وبعد هيك منطلع البي في والاي في والاي سي. فاذا طلعنا الخمس محاور هذول او الخمس معادلات، ما تبقى هو تعويض مباشر، ما عليك الا انك تحفظ القانون وتتم دراسة على هذا القانون. بتمنى يكون كل شيء واضح. يعطيكم الف عافية والسلام عليكم.